أهلا بكم. أعلنت وزارة الكهرباء في العراق عن إبرام مذكرتي تفاهم مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية. وأوضح وزير الكهرباء لؤي الخطيب أن المذكرة الأولى تهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد والرياض، وكذلك تطوير وتبادل الخبرات العلمية وإرساء التعاون المشترك الطويل المدى في مجال الطاقة الكهربائية. وأضاف الوزير أن المذكرة الثانية تعمى حوارات حول وضع الآليات الفنية والتنظيمية لإعداد دراسة جدوى للربط الكهربائي بين العراق والسعودية. قال قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار أحمد المحلاوي إن صراعات إقليمية عرقلت استثمار المعادن في صحراء المحافظة. وأكد المحلاوي أن عزوف الشركات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية عن استثمار مناطق في غربي الأنبار يعود إلى وجود صراعات إقليمية في سوريا القريبة من القاطع الغربي للمحافظة، موضحا أن الشركات الاستثمارية تبحث دائما عن وجود أجواء آمنة للشروع بالعمل. أغلقت وزارة الصحة والبيئة شركتي سكشن وتاج الأحدب العاملتين في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط لعدم التزامها بالقوانين البيئية. وقال مدير بيئة واسط صباح فليح إن الفرق الرقابية قامت بإغلاق الشركتين لعدم حصولهم على إجازة عمل الأجهزة السينية وتعملان بدون موافقة بيئية، ما يعد مخالفة واضحة وصريحة تضر ببيئة وسلامة المواطنين، مبينا أن الوزارة تشدد إجراءاتها الرقابية وتؤكد على الشركات النفطية بضرورة الالتزام بالمعايير والمحددات البيئية. أعلن النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي ضبط أكثر من 10 أطنان من الشحوم الصناعية المسرطنة و300 صندوق بيض فاسد أثناء محاولة إدخالهما للعراق عبر منفذ سومار مندل الحدودي مع إيران. وقال التميمي إن سيطرة مديرية شرطة بلد روز في منفذ سومار مندلي استطاعت ضبط الشحنة التي كانت معددة لإدخالها إلى العراق بمانيفست متلاعب به، موضحا أن الشحنة كانت مسجلة على أنها فرش صناعية، لكن تبين بعد الفحص والتفتيش أنها بضاعة فاسدة ومسرطنة. وأضاف أن تلك التصرفات هي من باب أخطر أبواب الفساد، كونها تهدد الصحة وسلامة المواطن وتمثل متاجرة بأرواح المواطنين الأبرياء. أعلنت وزارة التجارة بدء فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي الحنطة للموسم الحالي في عدد من المحافظات. وقال الوزير محمد هاشم العاني إن موظفي الشركة العامة لتجارة الحبوب يواصلون أعمالهم في تدقيق معاملات الفلاحين الذين سلموا الكميات ضمن الخطة الزراعية للموسم الحالي، وتبدأ عمليات صرف المستحقات خلال هذا الأسبوع نتيجة صرف المبالغ المخصصة للتسويق وجاهزية الوزارة لتوزيع المبالغ بشكل فوري. إلى أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. إلى اللقاء.